بنتائج متواضعة وبيان مشترك للدول الضامنة يؤكد على استقرار ووحدة الأراضي السورية، خرجت النسخة الخامسة من اجتماعات أستنة التي كانت آليات تطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر في سوريا الذي أقر في الجولة السابقة أبرز ملفاتها. لكنها وكما أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستنة خمسة الدكتور بشار الجعفري أن الموقف التركي كان له الدور الأبرز في تعطيل الاتفاق بشأنها. موقف الوفد التركي كان منذ بداية مسار أستانا موقفا سلبيا، وهذه السلبيات ترجمت بالنتائج التي المتواضعة التي استمعنا إليها للتو. أقول متواضعة لأننا في الأساس أتينا إلى أستانا وكان جدول أعمال الجولة الخامسة تحديدا هو إنهاء تفاصيل الاتفاق على المناطق منخفضة التوتر، كي آليات تطبيق الاتفاق حول المناطق منخفضة التوتر الأربعة. الوفد التركي عارض ذلك ومارس سياسة ابتزاز بحق هذا الموضوع، يعني اللي هو الموضوع الرئيسي في الأجندة، وكذلك بحق وثائق أخرى كانت الأطراف تزمع تبنيها. ولذلك لا يسعني إلا القول بأن الوفد التركي للأسف مرة خامسة سعى بكل ما أوتي من جهد لعرقلة التوصل إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح الشعب السوري فعليا. بدوره أكد ألكسندر لافرنتيف رئيس الوفد الروسي أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا يحتاج إلى عمل إضافي، مشيرا إلى أن اجتماعات أستنا المقبلة ستعقد في الأسبوع الأخير من آب القادم، وفي حال تطلبت الأمور إقامة اجتماع عاجل فسيعقد في وقت أبكر. نحتاج واقعيا إلى عمل إضافي للوصول إلى تشكيل وإنشاء مناطق تخفيف التوتر، حيث أننا لم نتوصل إلى الوضع النهائي وهذا يعتبر هدفنا، وسنسعى إلى الوصول إليه في وقت قريب، لأنه دون اتخاذ قرار حول تشكيل هذه المناطق لا نستطيع واقعيا أن نوثق ونقر حزمة الوثائق التي تسمح بالعمل الطبيعي لهذه المناطق. وجهته رأى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن التقدم الذي أحرز في اجتماع أستنا خمسة هو تقدم بسيط لكنه مهم، وسيتم استغلاله في تحقيق تقدمنا على الصعيد السياسي خلال محادثات جنيف المقبلة. فيما جددت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف خلال الجلسة العامة لاجتماع أستنا التأكيد على سعيها إلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وقناعاتها بأن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا ولا يمكن حلها إلا من خلال المسار السياسي. ومن المقرر عقد جولة سابعة من الحوار السوري في جنيف في العاشر من تموز الجاري.